الكلمات يعني اللي ألقاها رئيس الجمهورية وهو يشرف على اجتماع واللي لقى التفاعل، يعني هنا شفت الكلمة قبل ما ندخل البلاتو أكثر من 1800 بختاج على أهمية يمكن اللقاء متاع البيت، لأنه تحدث في مواضيع يمكن وخاصة في علاقة بملف ما يسمى بالتآمر، واليوم كان فما الندوة الصحفية في دار المحامي على أهمية هذا المعطيات اللي تقدمت، وربما البارح فما حاجة جديدة، وجدت حاجة جديدة في كلمة رئيس الجمهورية ناجي. هو المسائل اللي طرحها والقضايا المعقدة اللي طرحها رئيس الجمهورية البارح وتكلم فيها في إطار معين وهو مجلس الأمن القومي، لأن القضايا اللي حكى فيها البارح ذات تمس بالأمن القومي للبلاد هذه. باش نبدأ بالهجرة الغير نظامية والكلام اللي قاله رئيس الجمهورية، ثم مسار غريب ومعقد ولحد اليوم ثم جانب كبير منه مش مفهوم. اللي هو احنا كنا نعانيه في الحرقة، ما تسمى بالحرقة اللي هي الهجرة النظامية، خلصة هي مش نظامية، هي غير نظامية لكنها في اتجاه إيطاليا معروف، في اتجاه تحديدا لامبادوسا، وعندنا راهو آلاف التوانسة في مراكز الإيواء اللي هي المراكز المتقدمة اللي عملوها عملتها الحكومة الإيطالية، وتقريبا أكثر جنسية في المراكز هذه رام التوانسة. وخليني نذكر وهذه أرقام معناها وردت في تقارير المنتدى الاقتصادي الاجتماعي، من عام 2016 لليوم هم أكثر من 500 فول شارتير من إيطاليا باتجاه تونس لطرد التونسيين، وما زال فما عدد كبير من هذا من عدد كبير من التوانسة اللي ما زالوا في مراكز الإيواء. يعني مشينا من الظاهرة هذه، ظاهرة الهجرة أو تجاوز الحدود خلصة، إلى ظاهرة أخرى أعقد وأخطر اللي هي ظاهرة الهجرة غير النظامية لمواطني وسكان مناطق غرب الصحراء وبعض المناطق وتبعد على تونس آلاف الكيلومترات مش مئات، آلاف. وحكينا كنت تذكر مريم في هذا وطرحنا أسئلة لكن حد ما جاوبنا، علاش وجهة الناس هذوما هي تونس وتحديدا مدينة صفاقس اللي هي النقطة الأقرب للمهاجرين هذوما. نسمع اليوم في إحصائيات الحقيقة غريبة شوي وإحصائيات صادمة جات على لسان العميد حسام الدين جباب اللي غدو توا اكيد يعطينا كل الاحصائيات والارقام. قال انه في الثلاثة شهور هذوما الى حدود 10 افريل دخلوا لتونس اكثر من 21 الف مهاجر غير نظامي، اللي تم منحهم من دخول تونس، منحهم في سواحل البحر طبعا قواتنا الامنيه الحرس البحري وكذلك القوات العسكريه حوالي 19 الف، اللي تشدوا عدد الوسطاء اللي توسطوا في العمليات هذه حوالي تقريبا 566. العدد هذا اللي ذكرته أكثر من 21 ألف مقارنة بالسنة الماضية رفما تقريبا زيادة بحوالي 5 مرات، يعني كل عام الظاهرة هذه تزيد والعدد يزيد. المظاهر اللي شفناها في الفيديوهات وفي الصور اللي تنقلتها بعض وسائل الإعلام وشفناها حتى في شبكات التواصل الاجتماعي، ولا تفهم عمليات إجرامية، ولا تفهم عمليات سرقة، ثم جرائم قتل، ثم وفيات، ثم مظاهر غريبة شفناها، وفما انزعاج كبير من سكان جبنيانة وسكان العامرة. اليوم كي تشوفك الحشود متاع المهاجرين غير النظاميين اللي موجودين معناها يباتوا في العراء تحت أشجار الزيتون، ما عندهمش مأوى، ما عندهمش منين ياكلوا، وتشوف زاد هاك الصورة متاع الحشود الكبيرة بالعشرات قدام مراكز البريد يستناو في التحويلات المالية. هذا ثابت، التحويلات المالية أنا ما عنديش الحقيقة الرقم، لكن كي سألت قالوا لي راهو مبلغ كبير برشا، وفما بالمليارات يعني بالضبط، وفما ثم مصلحة في رئاسة الجمهورية تتابع الموضوع هذا، وثم أرقام معناها ثم حديث على أرقام كبيرة. هذا الكل هل تتم معالجته يعني بالشكل المطلوب ولا لا؟
قطعا لا، لانه الجهود اللي قاعد تبذلها تونس في هذا، سواء جهود قوات الامن الحرس وحتى القوات العسكريه والقوات الامنيه، وهذا كله غير كافي، هذا كله ما وقفش النزيف هذا نتاع الهجره باتجاه تونس. وخليني نقول لك زيدا اللي راو ثم تحرك مفتعل حتى تكون من الجهة من عديد الجهات، حتى من جيراننا، حتى يكون مسار الهجرة في اتجاه تونس، تحويل وجهة المهاجرين هذا من غير النظاميين باتجاه تونس. من بعد الوجهة طبعا هي إيطاليا من الاتفاقية اللي تم توقيعها في العام الماضي لليوم. شنو اللي صار؟ موجات جورجيا ميلوني رئيسة الحكومة الإيطالية جيت ورجعت وهي راجعت وهابش جي غدوة. اي شنو اللي صار؟ ما تم الاتفاق عليه حبرا على ورق اللي جاء في الاتفاقية اللي حكينا عليها وشفناها وطلعنا عليها، ما اتطبق حد شيء، ما ثم حد شيء على أرض الواقع، ما ثم حد شيء، بالعكس ثم معاملة غير إنسانية في مراكز الإيواء، خاصة في حق التوانسة المهاجرين في مراكز في الإيواء إيطاليا. في إيطاليا ثم التعامل يعني فيه قدر كبير من الإنسانية، وشفناه في التعاطي الأمني، تعاطي القوات الأمنية مع المهاجرين غير النظاميين، وراو يزم تشوف راو يزم اللي يتحدث ويقول راو اللي يحكي على ربما على تعاطي أمني وانسحاب أمني، مش صحيح. هذا أكدته الصور وأكدته مقاطع الفيديو اللي شفته، وأكدوه حتى الأمنيين اللي تحدثوا، ما ثماش انسحاب أمني، ثم تدفق كبير من المهاجرين، وما زال التدفق هذا ما زال يصير، خاصة ماشيين للصيف وفصل الصيف. دونك اللي حكى عليه رئيس الجمهورية راهو في يعني المسألة أصبحت تمس بالأمن القومي، راهو يلزم اليوم يكون في محل. راهو كي تجي ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، راهو كي تجي في زيارة بروتوكولية ثم نقعد نستناو استتباعات الزيارة هذه وما فما حد شيء على أرض الواقع، فما حد شيء عملي، راهو يتسمى ضحك على الذقون. هذاك علاش مهم أن نذكروا أن راهي تونس ماهيش مسؤولة على المهاجرين ووضع الجبل، تونس بيدها يعني هي بيدها ضحية لهذه العمليات. شوف كي تسمع الكلام اللي يتقال على لسان بعض المسؤولين الإيطاليين أن تونس تحولت إلى مصيدة للمهاجرين، يعني نطرح أكثر من سؤال ونتسائل هنا يعني على غياب حتى على الرد الرسمي من وزارة الخارجية على الكلام اللي قاعد يتقال. أنا سمعت بعض المسؤولين يعني في تصريحات، وربما زاد تونس نيجي في علاقة بالكلام اللي قلت وضحية اليوم السياسات الأوروبية اللي مهيش متفقة على ملف الهجرة.